دايما عندي يقين ان الدبيات العربيه والمواجهات العربيه العربيه مش بتاخد منها كره قدم بقدر ما انت بتاخد منها خناقات بره الملعب، بتاخد منها دايما الناس عايز تحس بالافضليه بره الملعب، دايما جمهور وفريق ونادي او منتخب عايز يحس ان هو افضل من المنتخب التاني في كل حاجه، انا افضل منك في الملعب وانا افضل منك بره الملعب وانا افضل منك في كل حاجه، ليه؟ عشان الرجال التنين، فنقعد نسمع كلام كتير قوي لا يمت للواقع بصله سوى حته الافضليه، حته ان انا افضل وانا اقوى وانا 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 وانت جاي مرعوب مني وانت جاي خايف مني، وكلام على مواجهه الاهلي والرجاء بسم الله ما شاء الله قبل الماتش كنا قاعدين نتكلم اخوه وحبايب وقرايب واصحاب، اول الماتش ما بدا كلنا طلعنا اوسخ ما فينا وكل واحد بدا يتكلم وكل واحد بدا يقول لك الجماهير ونادي تاريخه كله باين على الحكام وناس تانيه تقول لك انتوا فرقه ما فيكمش اي حاجه والجمهور يخوف، فبدانا نشوف ان كل الكلام اللي كان بيتقال بره الملعب بعد المباراه ما بدات وانتهت الكلام بدا يتغير، بس كالعاده طبعا لما نتكلم على المؤتمرات الصحفيه بره الملعب حته من حته الافضليه اه والله حته من حته الافضليه، لما تلاقي مثلا سؤال متخلف مش مختلف سؤال متخلف زي ده يعني ده سؤال ايه علاقته بمباراة الرجاء والاهلي ده سؤال ايه علاقته بمباراة اهلي والرجاء سوى حتة افضلية حتة ان انا افضل منك بس ده سؤال بيتعلق بكده ده سؤال بيتعلق بعقد ابدية ان كل واحد عايز يبان ان هو افضل من التاني ده مع احترامي يعني لو في بنصك مباراه او محمد الشناوي ما كانش حابب ان هو يجاوب من حقه ان هو ما يجاوبش لان السؤال ده ملوش اي علاقه بالمباراه ايه علاقه منتخب مصر بالكلام على مباراه اهلي ورجاء والله ايه علاقه منتخب مصر بالكلام على مباراه اهلي ورجاء احنا عايزين نفهم برضه لو الموضوع موضوع افضليه ومش افضليه فالموضوع مش متاح هنا في مباراه اهلي ورجاء ما ينفعش خالص انك تيجي تتكلم مع الاهلي على حته الافضليه وتيجي تتكلم معايا على حته منتخب مصر والكلام ده انت داخل في بير غويط انت بتتكلم مع اكبر فريق في افريقيا حرفيا والعشر نجوم بيشهدوا كده العشر نجوم اللي هم 10 دوري ابطال افريقيا دول 10 دوري ابطال افريقيا زي النجوم اللي موجودين على تيشيرت الرجاء الثلاث نجوم احنا برضو عندنا 10 نجوم بس مع ذلك عادي مفيش اي مشكله لما تقعد تكلمني على ان انت تبقى مرعوب من الجمهور وانت جاي خايف من الجمهور وانت جاي عامل انا عارف ان في يوتيوبر كتير قوي قالوا لك الكلام ده وعارف ان في ناس كتير قوي وصلوا لك الرساله دي بس انا بصراحه مستغرب اكتر ان الجمهور المتلقن هو الصحافه نفسها ما ينفعش انك كصحفي تفضل تتكلم وتسال كابتن الفريق عن مدى رعبك من الجمهور وقد ايه جمهور الرجاء هيكون مؤثر وقد ايه جمهور الرجاء هيكون عنصر حاسم منتظر منه اجابه مختلفه ازاي طبيعي الاجابه اللي هو يردها لك هتكون عامله كده برضه الاستقبال ده برضه لو سمعت لعيبه الرجاء وما بيتكلموا على الاستقبال اللي تم هنا في مصر ولو اتكلمت على استقبال النادي الاهلي اعتقد ان كان استقبال مميز جدا يعني احنا الاثنين استقبلنا بعض استقبال مميز جدا مش معنى ان الشناوي بيشيد بالاستقبال ان اللي حصل في مصر كان عكس كده اوعى تصدق الوهم بتاع ان لعيبه الرجاء كانوا بيتضربوا هنا في مصر ولاعيبه الرجاء كان بيترمي عليهم ازاز ميه وناس كمان تقول لي بطفي سجاير تحت بطهم
ما تصدقش الهاري، انا عارف ان الكلام كتير قوي كل ده عايز ينسيك المباراه الكارثيه اللي انت لعبتها. ما تقول يا عم انا لعبت مباراه كارثيه، اذا كان محسن متولي واحد من نجوم الفريق عندك طلع قال ان احنا عملنا مباراه كارثيه بتاعه الذهاب رغم الاخطاء التحكيميه. انا راجل اهلاوي معترف ان انا استفدت من الاخطاء التحكيميه، ارتحت ضربه جزاء مش ضربه جزاء، بس ما تجيش تقول هدف تاني اوفسايد لان الكلام ده اوفر قوي وده كله شغل مونتاج وشغل يوتيوب حقير عارفين، فما تجيش تقول هدف تاني كره اوفسايد. لا مش اوفسايد، طرد البيرسي تاو والله وارد، بس في حكام ممكن يدوها انذار حتى بعد رجوع للفار. والله كل شويه جمهور جمهور جمهور، فلوش باخدوا بطولات بالجمهور، الجمهور هو اللي بينزل يجيب جوان. فاهم الجمهور بينزل ملعبك ومشاكل مين؟ مين اللي اتكلم في الذهاب عن الجمهور؟ مين اللي اتكلم في الذهاب عن الجمهور؟ مين اللي اتكلم في الذهاب عن الجمهور؟ انا داخل لي 20,000 بالعافيه. مين اللي اتكلم في الذهاب عن الجمهور؟ مين اللي قال الكلام ده؟ ما هو ده بقى المشاكل احنا بنكذب وبنصدق نفسنا. مين اللي اتكلم في الذهاب عن الجمهور؟ احنا اشدنا بجمهور الاهلي بس لا اكتر ولا اقل. عمل ايه بقى جمهور الاهلي زياده عن الجماهير بتاع العالم كلها ممكن تعمله؟ جمهور الرجاء هيعمل ايه بكره زياده عن الجماهير العالم ممكن تعمله؟ لو انت جمهور كبير جدا وجمهور عريض جدا وفرقتك ملط هتكسب ازاي؟ جمهور مانشستر يونايتد في الاولد ترافورد كان مكسر الدنيا، ايه اللي حصل في نهايه المباراه؟ مانشستر يونايتد غلب 5 من ليفربول. هل جمهور مانشستر يونايتد قدر ان هو ينزل يسجل اهداف؟ ما حصلش. مش معنى انا جمهور الرجاء الوحيد في العالم بينزل يسجل اهداف. وبيقول لك انفعال حارس الاهلي، هو كده منفعل؟ هو اللي جاي ده انفعال؟ بالظبط الموضوع سهل بسيط، اللي هيكسب هنقول له يا عم الف مبروك ليك الصعود للدور القادم، مفيش اي مشكله، الاهلي كسب نقول له الف الف مبروك، الرجاء كسب نقول له يا عم الف مبروك وهارد لك للاهلي، الاهلي ده اللي هو بالمناسبه يعني اخر نسختين الاهلي واخدهم واخر نسختين الاهلي ثالث العالم في كاس العالم للانديه. انا عارف انك وصلت قبل كده كاس العالم للانديه ولعبت النهائي، بس انت كنت بطل دوري. كنت بطل دوري والبطوله كانت بتلعب على ملعبك، انت ما كنتش واخدها واخد دوري ابطال افريقيا ساعتها، انت كنت رايح لانك بطل دوري، فما تجيش النبي تقول لي ان انا عندي انجازات. تمام يا عم انا محترمك، انا ما عنديش اي مشكله في كل اللي انت بتقوله ده، اوصل يا عم بكره واكسب مفيش اي مشكله، انما انت محسسني ان الموضوع خرج بره نطاق كره القدم اللي هو ليه اصل انتوا فرقه بتكسب بالحكام اصل انتوا اصل انتوا اصل انتوا. حبيبي اللي انت بتقوله ده عباره عن صياح بس انت بتصيح ليه؟ لان لعيبتك نفسهم قالوا انا ما ينفعش اغير قرار الحكم. في لعيبه من عندك خرجوا قالوا كده، برضه محسن متولي نفسك قال لك انا ما اقدرش اغير من قرارات الحكم مهما كنت ظلمت مهما كنت عملت مش هتقدر انك اي حاجه تانية الا بقى لو قلت لي ان انا بكسبك بالظلم وان انا بكسب البطولات بالظلم، فالحته دي ممكن نقعد نتكلم مع بعض سنين فيها. والله يا ريت يبقى فاهمين الموضوع سهل وبسيط، يا ريت والله يبقى الموضوع سهل وبسيط. لا هي بقت اول مره نلعب ضد الجمهور ليه؟ اصل احنا هنلعب جمهور الرجاء. ايه يا عم احنا فرقه هفق للدرجه دي؟ هلاعب جمهور الرجاء، جمهور الرجاء بكره يكون محتشد، اهلا بكم في جحيم كازابلانكا. ايه يا عم جو جحيم كازابلانكا وجحيم الانفيلد والكلام الرخيص اللي انت بتقوله ده؟ ده المره الوحيده اللي كلوب بقى لها في تاريخه اتغلب وطلع قدام سيميوني. انت بتقلد كلوب في المره الوحيده اللي اتغلب فيها جحيم كازابلانكا؟ على اساس يعني ان انا فرقه معديه كده في الشارع عمرها في حياتها ما لعبت ضد جمهور ولا عمرها في حياتها ما عرفت تطلع بنتيجه ايجابيه وفي جمهور كبير في الملعب؟ ايه يا عم ايه الكلام شويه؟ انا عارف ان الجمهور عظيم، بس انت جمهورك العظيم ابرز حاجه عملها لي في تاريخه حرفيا يعني هي التراكات اللي كان بينزلها. التراكات اللي كان بينزلها على يوتيوب تراك زي بتاع في بلادي ظلموني، بس انما جمهورك ده ما كانش بيجيب لك بطولات، جمهورك ده ما كانش بيكسبك في افريقيا، فلما تيجي تكلمني انا كبير القاره دي وبطل افريقيا اكبر عدد بطولات افريقيا عندنا في الاهلي 10 بطولات افريقيا، تيجي تقول ان انا خايف منك ومرعوب من جمهورك؟ ايه يا عم جو اليوتيوب الرخيص اللي خلى كل حد يقول لك الاهلاويه خايفين يلعبونا والمصريه خايفين يلعبونا؟ هو كل واحد لما لايكات الجمهور هيصدق بجد ان الاهلي خايف يروح يلعب قدام الرجاء؟ في ايه؟ ما تعقلوا الكلام.
انا مش خايف من جمهور الرجاء ولا خايف من لعيبه الرجاء، لعيبتي في اسوأ احوالهم هيقدروا ان هم يعملوا نتيجه ايجابيه، اتغلبوا يبقى هارد لك ومبروك لفرقه الرجاء بس لا اكتر ولا اقل، انما تيجي تقول لجمهوري عملوا جمهوري سوا، ما نفضلش نهبل ونصدق نفسنا والنبي عشان الوضع بالنسبه لنا وصل لمرحله صعبه، يا عم كسبت مبروك، خسرت هارد لك، انما انا اكسبك تيجي تقول لي اصل انت تحكيم مش تحكيم، في حين انك لما تكسبني انا اقول لك يا عم مبروك. الموضوع مش مثال اكتر من كده، انما كالعاده هنرجع لحته الافضليه، مين فينا افضل، مين فينا اجمد، مين فينا اروش في الملعب وبره الملعب، مين فينا صحافته اروش، مين فينا صحافته بتسال اسئله محرجه اكتر. هي ام العقد دي اللي بتخلينا نكره الدربيات العربيه، لان الدربيات العربيه مش بتقرب حد، بتطلع اوسخ ما فينا حرفيا.